العصابة طبعا شو تصير شؤون الأمة فاشلة فيها. تتكلم لك عن السياحة، جزائر بلد سياحي عنده طبيعة، ربي عطانا كل خير، وتكلمنا وقلناها واش عندنا يعني من إمكانيات. خليني نجيبو أن يقول دخلوا 12 مليون سايح، دخلوا 9 ملايين، دخلوا 19 مليون الوهران، تمسخروا مشكو على من تضحكوا، 12 مليون سايح يدخلوا الوهران. دونك وزير السياحة باش يزيد يدير، يعني كل الجزائر كثروا فيها لي زوتيل، كثروا فيها لي توريست، والجزائريين باغيين يكريو الديار تاعهم كيما يديروا في أوروبا وفي الدول الآخر، حتى في تونس وفي المغرب. الجزائر يعرفوها من عادي، الناس يكريو ديارهم عن طريق اير بي ان بي ولا عن طريق ابريتال، يعني كان دي بلاتفورم، وكان لي وحدهم ديريكتومون كما في تونس ما يعدل على بلاتفورم قبل ما يدخل اير بي ان بي، التونسي كانوا يكريو. سي وزير السياحة توا قال لك انا راح نديرو قانون بس ما مش يعني يسمح للمواطنين يعني 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 يخلي يعني مسكن تاعو لفائده السائح، باش يعني يعطيه كل السهولات ويعني كل الضمانات، باش يعني باش يكون المسكن تاعو يعني يعني يقدم له كل يعني كل يعني كل يعني الخدمات المطلوبه فيما يخص يعني رفاهيه نطق كلمه يعني اكثر مره موضوع بس يعني الحكاية كامل هو أنه قالت المواطن الجزائري قادر يكري الدار تاعو للسواح، كي عندنا حنا السواح، كي شفت أنت السواح؟ مين راك تشوف السواح هذوما؟ شفنا السواح ما شفنا والو، واحد اللي يجي للجزائر يا ودي نعلو بليز، ديجا باش يجي يلزملو فيزا. وكما قلنا ما يمدش الفيزا لانهم يخافوا لا من ضمن هاد الناس اللي يجي يقول لك انا جاي سياحه يصور بالتليفون، يمنا تصور بالتليفونات، تصور بكذا، يقول لك يحطوها ويتجوزوا ويبينوا العراق تاع العصابه، ويبينوا المأساة تاع الشعب الجزائري، ويخافوا يكونوا في نصهم صحفيين، يخافوا. بينما لما تروح في تونس نعرف الدول العربيه كامل الاوروبيين يدخلوا بدون فيزا، يدخلوا بدون فيزا في الامارات في قطر في نيبال، الا في الجزائر يعمل طلب ويبقى يستنى الواحد البيروقراطي يبعث الاجهزه الامنيه ويحقوا في الاسم هذا ويديروا. كاش سياحه في الجزائر ما تكذبوش، شوف السياحة زيدو خليوها ماركيها المغرب، دونك هذا قلت المغرب هذا هو اللي يروض. شوف كي الناس اللي عندهم السياحة تعرفو واش معناها السياحة، المغرب بال اتفاقية مع شركة ريانير، شركة ريانير يعني لو كوست بورخسون، فواياج بورخسون، المدير العام تاع شركة ريانير إيدي ويلسون التقى مع رئيس الحكومة المغربية في مراكش على هامش اشتغال الجمعية السنوية للبنك العالمي وللصندوق النقد الدولي، اجتمعوا في المغرب في مراكش، وقتاش يجتمع في الجزائر من المستحيل، باش يجو يجتمع في الجزائر. دونك مدير ريانير من برنامج مع المغرب، رئيس الحكومة المغربية قال أرواح خويا جيبوا لنا نعملوا نعطوكم حنا التسهيلات باش يجوا الطيران، نقصروا لي زامبو، نقصروا لي تاكس، نقصروا كذا. الو استغل لسنة 2023-2024 100 مليون دولار
إضافية يستثمرها شركة ريانير في مراكش، يعني في المجموع ولات مليار و200 مليون دولار تستثمرهم شركة ريانير، هذه شركة خطوط جوية طبعاً. مليار و200 مليون استثمرهم في مراكش برك، غير في مدينة مراكش. 12 طائرة تبقى محطوطة في المغرب، 7 في مراكش، 3 في فاس، 2 في أكادير. 840 رحلة أسبوعية غير شركة ريانير، ما تحسبش شركات أخرى. 840 رحلة أسبوعية. تين يدخل يدير يكريو الناس سكنات من السواح باش السايح يصيب روحو. برك ما تخرج 840 رحلة جوية في الأسبوع غير شركة ريانير. 126 خط تفتح ريانير باتجاه المغرب، وتعمل دي كورسبوندونس باتجاه دول اسكندنافية، ألمانيا، أوروبا الشرقية وبريطانيا. ما ها من هذا كاع يجوا السواح للمغرب ويفتحوا 10 خطوط، يعني بالاضافه ل 125 خط يزيدوا يفتحوا 10 خطوط جديده باتجاه برشلونه، بوردو، كولون، جيرونا في اسبانيا بجنب برشلونه، دوسلدورف، لندن، مدريد، ستوكهولم، ستراسبور، وروغلو. هذه 10 خطوط جديدة، هذه غير ريانير أو شركات أخرى تخدم على روحها، إير فرانس وإيطاليا وريانير ماروك وتونيسير، راهم يخدموا راهم إلا إير الجيري. ويزيدوا يرفعوا عدد الرحلات اللي بالنسبة اللي راهي موجودة الآن يرفعوها إلى 50 خط، 50 خط جوي. هذه شوفها مزرين ريانير، روح على الانترنت وضرب ريانير وروح شوف الأخبار تاع ريانير. تيقول لي السياحة ونعملوا قانون باش مواطن جزائري يقدر يكري دارو للسواح، وين راهم السواح هذوما وين راحوا؟ راكم ما تكذبوا علينا، راكم ما تستحمروا في الشعب يجوزوا في التلفزيون وكذا وكلمة صراوات. حشموا على رواحكم يا ولاد الحرام، حشموا حشموا، بلادها راحت للهاوية خلاص، بلادها راحت للهاوية. كولات تاع الصح دوك نشوفوها مور بلاد مور جينجل. نعطيكم انقور. الله اكبر، الله اكبر، هشام عباس، هشام عباس.